أدعو أستاذ جميل أحمد بإدارة الأغنية الشعرية، وأستسمح السادة الدكاترة جميلين إن إحنا نخلي المنصة بعد إذنكم للشعر. أنا مش بطلبكم، أنا عايزكم تقعدوا بقى تحت تسمعوا الشعر، لأنكم لو قعدتوا هنا هتنقضوا اللي بيقول. لا لا لا، نقعد تحت أحسن. شكرا. ومع الأغنية الشعرية والأستاذ الجميل أحمد. احتفال استثنائي جدا، اولا لاخر تطورات في مشوارها الابداعي، واحد انها حصلت على عضويه اتحاد كتاب مصر، اثنين انها انضمت الى مؤسسه ناشئه اسمها بارادايس، وشرفنا انها تكون الامين العام، ودي المفاجاه الثانيه للمؤسسه. طبعا اسمحوا لي لانها جاءت متاخره ان نرحب بصديقتنا العزيزه الاستاذه الروائيه الاستاذه منى ماهر عضو مجلس اداره اتحاد الكتاب. اهلا بك يا منى. هنستمع في اولى قصائد هذه الامسيه الى الشاعره الجميله هيام حسن. وفي بعادك فتحت الجرح على الآخر، وفي بعادك فتحت الجرح على الآخر، وقلت استنى اشوف وحدي ملامح روحي من غير هتبقى ازاي، لقيتني خيال وجع مكسور وفاضية ملامح من غير، وده مني مشيت فتغربت روحي وتاهت خطوتي في البعد، كأني دايرة مرسومة وقلبك قطرها المشترك، لا متقابلين ولا موافقين على الفرقة، لقيت كل السكك سرقة خطانا وسرحها للمجهول، ومين فينا اللي كان مسؤول عن الأوجاع من الأول؟ أنا ده أنا أول رجع أولاد، وأول ضحكتين جواك، وأول من سمع لك قول يا شيخ خلي الكلام معقول، وحشتك؟ طب وحشتك ليه؟ أمرتك إيه؟ عشان وحدي مسكنا الروح جرى بالروح، وإيه حاجتك؟ وإيه منعك تودعني؟ ولما قابلتني صدفة في سوق العشق حيرانة، أكيد فاكر ما قلتش ليه بإنك كنت بتدعي، ما يمكن كنت خدت قرار بإني أشتري نفسي وأنفد بيا من بينك، ما كانش عليا أي ديون، ما كانش عليا أي ديون، بسدد ليه أنا بسدد ليه.